السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويلكم باك تو ماي شانل. في فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الخبيزات اولا البغيوش بحشوة لديدة كيجيو مقطنين وهشين ولدادين بزاف. وباش ما نطولش عليكم ندوزو مباشرة للمكونات وطريقة تحضير وصفة اليوم. بالنسبة للعجين، في عجانة غدا نعمل جوج معالق كبارين ديال الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الحلويات، أربعة معالق كبارين ديال حليب بودرة وجوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، رشة ديال الملح وغدا نضيف لهم معلقة صغيرة ديال الفاني وجوج كيسان ديال الماء الدافي. غدا نغطي هاد المكونات اللي عملت بالبلاستيك الغذائي وغدا نخليها تفاعل ما بين 5 حتى 10 دقائق. من بعد غدا نزول البلاستيك الغذائي وغدا نضيف جوج كيسان ديال الدقيق بعد ما غدا نغربلو، وغدا نضيف حبه ديال البيض وغدا ناخذهم العجانه تعجن لي هاد المكونات. هذا في المرحله الاولى. من بعد غدا نضيف 3 كيسان ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال الزبده، تيكون هذا هو الشكل ديال العجينة ديالتي. غدا نغطيها ونخليها ترتاح ما بين 20 حتى نصف ساعة. من بعد ما تخمرات عندي كيف تشوفوا هنايا الحجم ديالها كيتضاعف، كنحاول اني نفرغها من الهواء بهذا الشكل هذا، وكتكون عندي العجين جاهزة باش نخدم بها. بالنسبة للحشوة نحتاج أصابع الموتزاريلا، وغنحتاج كذلك 3 الحبات كبارين ديال البطاطا مسلوقين، معكتهم كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، ضفت لهم 3 المعالق كبارين ديال الزيتون الأخضر شرائح، بواطة ديال التونة بعد ما صفيتها من الزيت، 3 المعالق كبارين ديال البصلة الخضراء البورو، نص كاس ديال الذرة، 3 المعالق كبارين ديال الفيلادلفيا، 3 المعالق كبارين ديال جبن تشيدر، ومعلقة ديال السودانية، قليل من الملح والاعشاب الايطاليه. غدا نخلط المكونات مزيان وتكون عندي الحشوه واجده. غدا ناخذ جزء من العجين، غدا نشكلهم الكرات كيف شفتوا، نبسطهم وندير فيهم الحشوه ونضيف لهم القطعه من جبن الموتزاريلا على شكل اصابع. غدا نديرهم في اللاطه ونخليهم يتخمروا. غنستمر بنفس الطريقه اللي حتى نكمل العجين كامله والحشوه كامله. بالنسبه للجبن الموتزاريلا، الاصابع ديال الجبن الموتزاريلا كنعملهم في القلب، كيبقى اختياري. الا بغيتوا تعملوهم اتس اوكي، ما بغيتوش حنا اوريدي دايرين فيها جبن الفيلادلفيا وتشيدر تشيز حتى هوايا. من بعد غدا ندهنهم بالصفار ديال البيض وندخلهم الفران المسخن مسبقا 350 فرنهايت 180 درجه، وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. غدا ندهنهم بالخليط ديال الزبده دايبه، ضفت ليها جوج دروسه ديال الثوم حكيتهم مع معلقه ديال القزبر والمعدنوس، وكندهنهم كيف كتشوفوا هما باقيين سخانين، كيعطوني هاد اللمعه وكيجي المنيضر ديال القزبر والمعدنوس والمذاق ديال الثومه رائع فيهم بزاف. هاد البغيوش عملتهم وكنت ماشيه عند صاحبتي فديتهم في يدي وعجبوها بزاف بزاف بزاف. نتمنى ان حتى نتوما تعجبكم هاد الفكره ديال البريوش وتجربوه. ممكن ديروا اي حشوه كتعجبكم في القلب ديالو، كيجي لذيذ بزاف، العجينه ناجحه وكتجي هشه ومقطنه والمذاق ديالها حتى هو كيجي رائع بزاف. نتمنى الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى الفيديو يعجبكم، والى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وخليوا لي الكومنت ديالكم، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. ما بقى لي الا نشكركم على حسن المشاهده وحسن المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.